الاستاذ احمد الفرماوي قال لي مثلوا صبقنا على كل الحضور وكل الناس اللي منورانا. الحمد لله على السلامه كل الناس اللي جايه. تحيه غاليه جميله على كل راجل جدع معاه وفرحتنا. تحيه لكل المعلمين وكل تجار بلدنا وكل رجال اعمال بلدنا. شبرا خلفون شبرا خلفون شبرا خلفون. تحية الحاج علي ابو علي وكل الناس اللي صارت تحية غالية جميلة كل راجل جدع ونور فرحتنا عشان الحاج صبري ابو عامر حاج صبري ابو عامر تحية غالية جميلة وفرحة النهارده يا باشا عشان خاطر ابويا عبده جاي عبده جاي تحية غالية جميلة كل النور معانا يا باشا وكل الناس المبسوطة تحية غالية جميلة أسرة 3-5 بتقول أهلا وسهلا بكل الناس اللي جاية تحية للقاهرة وتحية لوزنة تحية غالية جميلة باسم شبرا خلفون بلدنا تحية رجال أعمال بلدنا وتحية لكل الناس اللي منورانا. إيه قول قول مشاهد باسم الصوت والضوء والفراشه الحديثه باشمهندس ياسر عوض تحيه غاليه جميله المخرج الروائع مخرج حفله النهارده باشمهندس محمد عبد السلام بالاشتراك مع وحده فيديو مكسر العمده كل جول مبروك للنهارده حان الموعد وحان اللقاء مع اخطبوط الاغنيه العربيه تحيه غاليه جميله برنس مزيكة مصر المصنف دوليا النجم الفنان محمد الجرح اللي جايبه المبروك بكل الحب تحيه غاليه جميله ليه هنقول حاجه يا باشا وقدم نفسك بنفسك ولحظات ونعلن تحية أستاذ محمد عبد السلام كل الناس اللي جاية كل الناس اللي جاية تحية غالية جميلة كل المنورين معانا تحية المساتير وكل بيت الصمدي شيخ العرب عم احمد الصمدي تحية غالية جميلة ليه تحية الخردة ومعلمينها وكل الناس اللي منورانا تحية البيت الفرماوي تحية البيت الفرماوي بيت الشناوي اهل العريس واهل العروسة تحية غالية جميلة كل بيت ابو قابل كل الناس اللي منورانا عشان عم مجد ابو قابل عشان كل بيت ابو قابل ابو حسام عم السيد تحية لكل الناس اللي منورانا باشا الله يلا باشا قول مزيكا كده من خالك باشا دكتور محمد الجرح والاسره الموسيقيه يلا باشا